رح خبركم هالمرة عن جولتي بجبال بسبرينغ فيستيفال، وتحديدا بجبال بابليك جاردن. الايفنت كان من تنظيم ان اكشن ايفنتس، وشاركت معهم كارتست ارسم لايف بورتري. واول ما جيت شوي بكير، فعجبني منظر الشجرات الموجودين بالحديقة والرواق الموجود قبل ما تجي العالم يعني، فعد ارسم الشجرات. فهون هيدي كم سكتش للشجرات. وهون خليني اضيف شغلي انه التيم اللي عم ينظم الايفنت كتير محترمين وكتير اكتيف، استقبلوني استقبال حلو وكانوا عم يشجعوني كمان، وشكر خاص لإلهم. بلشت بورتري، وصراحة هون ما خليت حدا إلا ما رسمته، ورسمت علم كتير، حطيت لكم كم فيديوز عشان تشوفوهم. وكانت بورتري in 15 minutes. كنت عم ارسم هذا الشاب بس راح يتغلط شوي بعدين رجع، فكفينا أنا وياه على غروب الشمس وخلصت البورتري.